مشاهدين أهلا بكم. المروحية الروسية ميلمي 28 التي يملكها الجيش الجزائري. لقد شرع الجيش الجزائري منذ قرابة عقد من الزمن في تجديد وتأهيل عتاد جميع قواته استنادا إلى المهام التي أملتها عليه سنين من حرب الإرهاب منفردا دون دعم عسكري أو تقني، حيث أن التجديد مس كل القطاعات دون استثناء، حيث كان هناك تركيزا واضحا على القطاعات المعنية بالحرب الليلية والنهارية، على الجبهات المفتوحة كالصحاري التي تشكل أغلب مساحات البلاد وتحدها أكثر من 6300 كيلومتر من الحدود، منها أكثر من 2500 كيلومتر كجبهات مشتعلة والباقي مهددا بالتهريب غير الشرعي لمقدرات وطاقات البلاد والسموم والمعدات القتالية والبشر. وفي هذا السياق اعتنى الجيش الجزائري بتحديث وتطوير سلاح الحوامات عن طريق تأهيل أسراب مروحيات 124 إلى معيار 124 MK3 و 124 MK3 القادرة على العمل الليلي والنهاري وذات العدة الإلكترونية والقتالية المحدثة بالكامل، والتي أثبتت فعاليتها في الحرب على الإرهاب، وقد استخدمت بكفاءة في حادثة تأمين المجمع الغازي بتيغن تورين وتحرير الرهائن الجزائريين والأجانب. كما جدد أيضا الجيش الجزائري أسرابه من مروحيات 171 التي حملت عبء حرب الغابات والجبال منتصف التسعينات إلى معيار 171 SH بتجديد كامل للمحركات والإلكترونيات وتمكينها من حمل أنظمة سلاح أكثر كفاءة قتالية. في هذا الفيديو نحاول تسليط الأضواء على الحوامة ميلمي 28 ومواصفاتها. المروحية أو الحوامة ميلمي 28 كما يطلق عليها أيضا صياد الليل، ويطلق عليها لقب تعريف الناطو هافوك، وهي مروحية سوفياتية روسية تستطيع الطيران في جميع الأحوال الجوية وكذلك الليل، وهي مصممة لتدبير الدروب وتقديم دعم المشاة بشكل أفضل من سابقتها ميلمي 24، ويقودها طاقم مكون من طيارين. الحوامة موجهة للقيام بالمهام التالية: العثور على الدبابات العدو وتدميرها، القضاء على الأعداء الفعليين، تثبيت حقول الألغام، العثور على السفن وتدميرها أو غيرها من الآليات العائمة للعدو، الانخراط في القتال مع طائرات العدو المحلقة، تدمير الأهداف الجوية محلقة بسرعة منخفضة ليلا ونهارا وفي جميع الأحوال الجوية، يمتلك الجيش الجزائري 42 مروحية من طراز ميلمي 28، منها 6 حوامات بنظام قيادة مزدوج ME28UB التي تدخل الخدمة النظامية لأول مرة. إن هذه الحوامة التي تزن أكثر من 11.5 طنا تحمل تسمية صائد الليل نايت هانتر عن جدارة نظرا لخصائصها القتالية المتفوقة. فالطائرة مزودة بدفع آلي من طراز 2A42 قادر على إطلاق 250 مقذوف من عيار 30 ملم على أهداف على بعد 4000 متر. المدفع المذكور هو نفسه السلاح الرئيسي لناقلة الجند القتالية المدرب BN2. مواصفات المروحية ميلمي 28: الطاقة طيار زائد ملاح مدفعي، طول 17.01 متر، المسافة بين طرفي المراوح 17.20 متر، الارتفاع 4.70 متر، الوزن وهي فارغة 8.6 طن، الوزن مع الحمولة 10.7 طن، أقصى وزن عند الإقلاع 11.5 طن، الدفع محركين تيربوشاف من النوع كليمون TV3 117 VMA بقوة 2194 حصان لكل محرك، السرعة القصوى 320 كم في الساعة،
المدى العملياتي 500 كيلومتر، أقصى مدى مع أقصى حمولة من الوقود 1100 كيلومتر، أقصى سقف للارتفاع 5700 متر، معدل التسلل 13.6 متر في الثانية، منظومة الرصد والتحكم النيراني، كابينة القيادة مزودة بخودة التهديد HNTD Helmet Mounted Target Designator والمتصلة بمنظومات الرصد والتهديد، طيار المساعد أو المدفعي هو المسؤول عن التهديف وتصويب الأسلحة والذخائر بمجرد النظر إلى الأهداف بواسطة الخوذة، منظومة رصد تلفزيونية بصرية مدعومة بنظام تحديد أهداف وقياس مسافات بالليزر. النسخة المتطورة نايت هافوك مزودة بالآتي: نظام رادار راصد على المروحية يعمل بالموجات المليمترية MMW Millimetric Wave Radar ويقوم بتوجيه الصواريخ حيث يستطيع رصد هدف في حجم دبابة متحركة من مسافة 12 كيلومتر وفي وضعية الدبابة من مسافة 8 كيلومتر وطائرة من مسافة 15 كيلومتر وصاروخ مطلق في حجم من مسافة 5 كيلومترات. منظومة كشف وملاحة الليلية بالأشعة تحت الحمراء Flare Forward Look Infrared يتزود طاقم المروحية بمنظارات الرؤية الليلية من نوع MVG Night Vision Goggle ملحقة على الخوذات. تسليح المروحية: مدفع من نوع 2A42 شيبونوف عيار 30 ملم يعمل بتوجيه خوذة الطيار ذو مدى 2500 متر. صواريخ أتاكا في أو AT-9 سبيرا موجهة راديوية بالنظام الشبه نشط ساكلوس سومي أكتيف كومان تو لاين أوف سايت مضادا للدبابات يبلغ مداه 8 كيلومترات وتصل الحمولة إلى 16 صاروخ. صواريخ من نوع 9K118 شيكسي موجها راكبا للإشعاع الليزري لازر بيم رايدين ميسر مضادا للدبابات يبلغ مداه 6 كيلومترات. صواريخ إيجلا في مضادة للطائرات توجيه الحراري يبلغ مداها 5.2 كيلومتر. صواريخ R-73 مضادة للطائرات بالتوجيه الحراري يصل مداها إلى 20 كيلومترا. حاويات إطلاق صواريخ حرة حرة التوجيه للدعم الجوي القريب. حاويات مدافع ورشاشات متعددة الآي 23 ملم و 12.7 ملم و 7.62 ملم. قنابل إسقاط حرة متعددة الاستخدامات، قنابل حارقة مضادة للأفران وقنابل حارقة مضادة للأفران، ناطرات ألغام مضادة للدبابات. ولقد تم تصميمها وإنتاجها من قبل مكتب بير موسكو للطائرات المروحية ومروحية مخصصة للهجوم فقط، لكن توجد حجرة صغيرة تتسع لثلاثة أفراد لغرض إنقاذ طياري MA24 ليس لها قدرة نقل ثانوية مثل سابقتها المروحيات الأخرى لتلبية متطلبات الجيش الروسي لطائرة هليكوبتر هجومية جديدة تنافست كل من شركة بير موسكو وشركة كاموف لتفوز بالعقودات، لكن شركة بير موسكو تلقت طلبا لشراء K50 من قبل 128. يزود جناح الهليكوبتر بأربعة نقاط متينة لحمل الصواريخ الموجهة وغير الموجهة، تتضمن تكوينات ما يلي MA28 قذائف مضادة للدبابات وثمانية صواريخ جو إغلا A2200 وكين أو 18 شيكسنا 9 وذخائر أخرى.
الغيوب المروحية الروسية ميلمي 28. لقد كشفت الحرب السورية عن غيوب فنية للمروحية الروسية مي 28، وذلك عندما بدأ التدخل العسكري الروسي في الحرب السورية عام 2015. وتضمن التدخل غارات جوية من الطائرات الروسية وطائرات الهليكوبتر الهجومية، بما في ذلك ميلمي 28 وميلمي 28 أس الحديثة المتمركزة في قاعدة حاميمين في شمال سوريا ضد الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية. وخلال العملية العسكرية في سوريا كشفت عن عدة من العيوب التقنية في المروحية الهجومية ميلمي 28 التي يطلق عليها الناتو اسم هافو، مروحية هجومية حديثة تهدف إلى الدعم الجوي القريب وتدمير المركبات المدرعة وغير المدرعة وجنود العدو في القتال. تواجه طائرات الهليكوبتر الروسية مشاكل في تركيب المحركات وإلكترونيات الطيران وأنظمة التحكم والملاحة، وكانت هناك في وقت سابق مشاكل في التحكم في المحركات، وأفيد بأن الشظايا المتناثرة التي تنتج بعد إطلاق الصواريخ يمكن أن تتسبب في أضرار كارثية. ووفقا لما ذكره رئيس لجنة الدفاع والأمن التابع لمجلس الاتحاد الروسي فيكتور بوندارين، قد حددت صناعة الدفاع الروسية عددا من العيوب الفنية والتصميمية للمروحية، ولكن ما زالت تواجه مشاكل مع الأنظمة الإلكترونية للرؤية الليلية. ووفقا لما ذكره أيضا، فإن نظارات الرؤية الليلية المستخدمة في المروحيات الهجومية من طراز مي 28 حصلت على لقب الموت للطيارين من قبل الطيارين أنفسهم. ومن الجدير بالذكر أن طائرة هليكوبتر من طراز مي 28 قد سقطت في مدينة حمص في 12 أبريل نيسان من 2016، وكانت المأساة بسبب خطأ الطيارين الذين كانا يديران الرحلة في ظل ظروف مظلمة وفقا للرواية الرسمية. ولكن الجيش قال بأن سبب الحادثة هو مشكلة في نظارات الرؤية الليلية لطيار المروحي. شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو أمتعونا بلايك وباشتراك في القناة، وشكرا لكم.